سبيستون، اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات لتبدأ رحلتنا مع بيورن وباكي. نمشي نلعب نتسلى في البراري، عندما تمطر نقرأ أو نغني. كل يوم نكتشف أغراب الأشياء. بيورن وباكي دائما أفضل الأصدقاء. نحن بيورن وباكي. الرحلة. صباح الخير بيورن، ماذا تفعل؟ باكي مرحبا، أنا أوضب أغراضي من أجل الذهاب. تقصد أنك ذاهب في رحلة؟ أيمكنني الذهاب معك؟ لما لا؟ تعال معي. أنا أحب السفر حول العالم، ولكن ليس على الأقدام. السير بطيء جدا، ولا يمكنك حمل الكثير من الأغراض، وقد نتوه أيضا. لن نتوه عندما أحضر هذه البوصلة معنا. أوه رائع، لدي فكرة. الحبال، أرجوك قل لي إن لديك حبالا. ممتاز، رائع فعلا. تعال إلى منزلي صباحا وأحضر أغراضك. وقت المرح. مرحبا باكي، انتظر لحظة، ما الذي يطفو في حديقتك؟ إنه لنا منطاد يعمل بالهواء الساخن لرحلتنا. هيا تعال اصعد على متنه، إنه وقت التحليق. لا أظن أني سأحلق في الهواء، مستحيل، أنا لست دبا طائرا. لما لا؟ سيحملنا المنطاد وكل أغراضنا، ومن المستحيل أن نتوه لأنه يمكننا رؤية كل شيء. حسناً، حتى لو كنت محقاً، لكن الجو سيء للتحليق اليوم. حسناً، فهمت عليك، أنت تخاف من الطيران. ماذا؟ أنا لا أخاف أبداً من الطيران. هل أنت متأكد؟ مشكلة. بيورن، بيورن، أنا خايف جداً. كنت محقاً، السفر بالمنطاد كان قراراً خاطئاً. أظن أنه من الأفضل أن نعود سيراً. ولكن أين المنزل؟ حلقنا بعيداً جداً، لا أعرف طريق العودة. حسناً، لا أعرف كيف نعود. أليس لديك بوصلة رائعة؟ حسناً أجل، لكنها ما تزال داخل حقيبتي وهي في منزلك. أوه، ماذا سنفعل حيال ذلك؟ أريد العودة إلى المنزل. باكي احذر، أظن أنك كنت محقاً. يمكننا أن نسافر بمنطادك هذا، فقد خطرت لي فكرة رائعة. كان ذلك تفكيراً جيداً، هذا منظر رائع جميل جداً. لكن لا تنسى أنني بحاجة إلى التوجيه. قم بعملك. اتجه يساراً، أنا أرى بركاناً هناك الآن. اتجه يميناً ثم بشكل مستقيم، إنك تبلي حسناً. هيا فلنتبادل الأدوار حتى أتمكن من التحليق أيضاً. هل أعتقد ذلك وحدي؟ أمنني بالفعل أقود المنطاد أكثر منك. بيورن، أوه وشاحي، أوه انتبه،
أوه، هاي، ها هو منزلك، لقد فعلناها عجل. أجل، إن السفر رائع جدا. دعنا نضع في الشمال غدا. دعنا ماذا؟ ولكن لماذا تضحك؟ أنا جاد فعلا. يمكنك رؤية كل شيء من هنا. أجل، هناك سببهم في أن الدبابة ليس لديها أجنحة. أصدقاء سبيستون، نتمنى أن تكون مغامرتنا لهذا اليوم قد أعجبتكم. اضغطوا زر الاشتراك لتشاهدوا حلقات بيورن وباكي الجديدة.